إخوتي وأخواتي في عالم الزراعة والنباتات المنزلية، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات. طبعا بهذا الوقت من السنة يعني مع فصل الربيع راح تشاهدون إصابات كثيفة للنباتات بحشرة المن، مثل ما تشوفون. شوف هاي الإصابة، طبعا أكو طرق كثيرة للتخلص من هاي الحشرة، لكن اللي نريد نقوله اكو طريقة بسيطة ومتاحة في كل منزل ممكن التخلص منها من هاي الحشرة الضارة. طبعا هاي الحشرة تمتص العصارة النباتية للقمم النامية، ومثل ما تشوفون يعني تتغذى عليها وتضعف النبات. فاحنا شلون نخفف من عدها ونتخلص من عدها؟ طبعا اخوان الاعزاء اكو طرق بسيطة ممكن استخدامها في المنزل. من هاي الطرق مثل ما تشوفون هسه هنا، شوف اخوان الاعزاء، من هاي الطرق استخدام الرش في المي. بس هاي كيف كانت نتخلص من هاي الحشرة؟ برشها بالمي بهاي الطريقة، راح يعني تقتل من عندها تقريبا 80%، مثل ما تشوفون. لان هاي الحشرة الآفة الزراعية بطيئة النمو، شوف خلال دقيقة واحدة، أقل الدقيقة تخلصت من هاي الحشرة بعد ما كانت مسيطرة على هذا النبات. مثل ما تشوفون اخوان الاعزاء بقت، يعني راح تبقى اعداد قليلة جدا، وممكن تكرار هاي العملية لأكثر من مرة. ولكن هناك طريقة بسيطة اخوان الاعزاء، طبعا مثل ما تشوفون هاي ممكن تخلص من حشرة المن. بس هنا هاي موجودة هنا، ممكن نتخلص منها بهاي الطريقة البسيطة، وتقليل الإصابة بنسبة 80%. اخوان الاعزاء هنا هاي من المستحيل راح ترجع تصعد، هنا حشرة بطيئة النمو راح تغرق بالمي وتموت، تخلص من عليها. السؤال هنا شلون بعد نتخلص من هاي الحشرة؟ يعني هسه هي ما راح تموت بشكل كامل، راح تبقى ايضا، شوف هنا عندنا اصابة ايضا، راح تبقى ايضا بالنبات، تبقى حتى لو كانت بأعداد قليلة، بس المهم راح تبقى، ما راح تتخلص من عدها بشكل كامل. راح نسوي اخوان الاعزاء، نستخدم الطريقة الثانية، وهي اولا مسحوق الغسيل، احنا نسميه بالعراق الزاهي او التايت. هذا مسحوق الغسيل تخبط وياه ملعقة خل وترش النباتات، ملعقة خل مع لتر مي وترش النباتات. هاي طريقة. الطريقة الثانية ممكن انه بالدارسين ومنقوع الثوم، ايضا ممكن انه ترش. طبعا اخوان الاعزاء مثل ما قلت لكم، الطريقة الاولى هي يعني الزاهي او مسحوق الغسيل مع الخل مع لتر مي، يعني ملعقة بملعقة مع لتر مي، وترش النباتات وتعيد هاي العملية بعد ثلاثة أيام، يعني يومين إلى ثلاثة أيام، تكرر العملية حد ما تتخلص من هاي الحشرة المؤذية. طبعا هاي الحشرة ممكن تصيب مختلف أنواع النباتات، وإذا كانت النباتات مثمرة طبعا ممكن أنه تسبب تشوه بالثمرة، لذلك يجب الحذر لأنها سريعة الانتشار بشكل كبير. شوف هنا عندنا إصابة صايرة بالورد الجوري مثل ما تشوفون، هاي راح نتخلص من عندها اول شيء برش المي، وبعدين ان شاء الله اليوم راح نرشها بعد ما ينشف هذا المي، راح نرش النوب بالطريقة الثانية، هو مسحوق الغسيل مع الخل مع ملعقة خل وترش النباتات. طبعا ممكن استخدام الدارسين مثل ما قلت لكم، منقوع الدارسين والثوم، وايضا ممكن اضافة الى نضيف له العفو الخل، تصير خلطة ممتازة طبيعية، وترشها
ترش النباتات الورد الجوري. شوف هنا هسه قللنا بس ما انقضى عليها، بس بقت هنا فد وحدة اثنين تبقى 10 تبقى كذا من ترشها بالمي، لكن خلينا اخر مرحلة هي نكافح بالمبيد الحشري. بصراحة اكو طريقة ايضا، زيت النيم، ممكن استخدام زيت النيم ايضا ملعقة مع لتر مي وترش النباتات، هم ممكن نخبط وياه مسحوق الغسيل. فهاي افضل يعني الطرق قبل ما نستخدم المبيد الحشري. اكو اذا تريد تستخدم وتقضى على النبات، العفو تقضى على الحشرة بشكل تام من البداية، فاستخدم مبيد حشري وكرره بعد 3 ايام راح تقضى على النباتات. المهم يكون من منشأ رصين. هاي افضل الطرق للتخلص من حشرة المن. شوفوا هاي، طبعا هاي حشرة المن. طبعا اكو مكافحة بيولوجية من خلال حشرة الدعسوقة. اذا شفتوا حشرة الدعسوقة وقسم يسمونها ام العبد وغيرها، هاي الحشرة ايضا تتغذى على هاي حشرة المن وممكن تخفف من عندها بصراحة. لكنه هاي الحشرة بصراحة تكون سريعة التنقل. شوف هسه هنا الاصابة، هاي تركتها قبل كم يوم، شوف الاصابة استفحلت، لذلك اليوم راح ارش مي وان شاء الله راح اكافح بمبيد طبيعي قبل ما استخدم المبيد الحشري اللي موجود عند المكاتب الزراعية. طبعا اكو هناك هاي الحشرة ايضا اكو هناك علاقة بينها وبين النمل. شوف وجود النمل بالمكان او صعوده على اي مكان، صعوده على يعني على اغصان النباتات دليل وجود اصابة، يا اما بحشرة المن او بالبق الدقيقي، لانه هاي الحشرة طبعا تفرز مادة عصارية تصير سكرية، ف يعني تصير تبادل منفعة بينها وبين النمل، فالنمل يتغذى على هاي المادة السكرية اللي تفرزها حشرة المن، او كذلك تفرزها مثل ما تقولون تفرزها البق الدقيق، ايضا يفرز هاي المادة قريب هاي المادة. شوفوا سبحان الله، شوفوا اخوان الاعزاء، هاي الحشرة سريعة النمو بشكل ملفت. اذا شفتوها بالحديقة انصحكم انه خلال نفس اليوم انه تقضون عليها. شوفوا تركتها قبل كم يوم، شوفوا شلون انتشرت. هي ما تموت النبات بس الضعفة بصراحة، البق الدقيقي اكثر خطورة من عندها، لكن هاي ممكن رش مي استخدام الخل ومسحوق الغسيل، او استخدام مسحوق الغسيل مع منقوع الثوم والدارسين نقضى عليها ان شاء الله. بالختام نستودعكم الله وفي امان الله. كان معكم ابو عبد الرحمن من عالم الزراعة والنباتات المنزلية، في امان الله.